كلاسيكو رقم 172 بين برشلونة والريال. 68 انتصار لبرشلونة، 71 فوز لريال مدريد، واحتكام 32 مباراة لنتيجة التعادل. إذا مشاهدينا الكرام، ريال مدريد على يمين الشاشة بلونه الأبيض بعيد عن أبيض السلام في هذه الليلة، وبرشلونة بألوانه الكلاسيكية في ليلة من أجمل الليالي العالمية الكروية. برشلونة ريال مدريد على أرضية الكامب نو. كرة لليو، ليو يتعدى ورايح لوكا مودريتش يلعب دوره كقلب دفاع. لوكا مودريتش إلى جانب راموس ينقذ الموقف داخل الدفاع الميرينجي. الريال يبقى غدار، قادر أن يكون رويال بكرة هذه لليمين جارث بايل، والحارس كلاوديو برافو. ها مازلت نحكي لكم، مازلت نقول لكم، وأنه ريال مدريد يقدر أن يكون غدار. بداية هستيرية بين العملاقين إلى حد الآن. تعدي ليو ميسي يخسرها مع كاسيميرو. لوكا مودريتش في التأمين وسط الميدان. راكيتيتش 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 كرة جول. لا جول، يا سلام يا كيلور يا نافاس. شنو هذا يا نافاس؟ شنو هذا يا نافاس؟ كيلور نافاس حارس الاختصاص. يا سلام يا سلام، كرة ولا في الأحلام يقتنسها كيلور نافاس بعد اليسارية الكرواتية لإيفان راكيتيتش. الحوار الحوار من نار بين أمازون والبي بي سي. الكرة من وتعادى جول. غريبة يا كريم، غريبة عجيبة يا بنزيما، عجيبة. وحده بدون مراقبة كريم ياخذ وقته ويسدد خارج الكاتالونيا. نيمار يغير كرة ليو الأرجنتيني. سواريز ليو كرة. اي 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 الروعة لميسي، والأروع كيلور نافاس. هو حارس الاقتناص، هو حارس الاقتناص. ومن الروعة بكل الفنون بكامل الجنون رشاقة كيلور نافاس في تحدي ميسي الأرجنتيني. راكيتيتش يوزع بالراس. جول 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 جول. المطرقة بيكاي، المطرقة بيكاي، هو بيكاي. الصخرة الكتالونية يفاجئ الدفاعات المدريدية. شوف كيبلر بيبي وصول متأخر. يتحرك مودريتش الكرواتي لمارتشيلو. مارتشيلو يمشي، مارتشيلو يراوغ يعدى. جول جول لا سماته الجزائرية. يتحدى كامل الانتباهات الكتالونية. أحد ملوك مدريد بنزيما بالاستباجية يفعل ما يريد. الملك الرويال، هذه هي الكتيبة المدريدية. شنو هذا؟ اش هالليلة يا عمري؟ واحد واحد بكرة الجنون، بكرنفال الفنون. الريال وبرشلونة يمتعونا. الهجمة المرتدة المدريدية خطيرة وقوية. جارث بايل والبقية كريم وجارث بايل. هنالك ثربة قاضية. سواريز سواريز خطيرة، كرة مثيرة لسواريز الأوروغوياني. البرتغالي يوسع بالراس. جول 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 جول. لا الحكم يقول لا، الحكم يقول لا بعد أن قال نعم بالرأس. هذه الإعادة كرة رونالدو لجارث بايل اللي يصعد فوق جوردي ألبا
ويعطي هدف ثاني للريال، لكن الحكم يقول له لا وعلى الفلاع. السرعة المدريدية مع نهاية المباراة واضحة وجلية. مارتشيلو يعدي رونالدو، الدون رونالدو، اي 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 اي، تكسر العارضة بعيون فاسكيز وايسكو. بوعلام زيد القدام، هذه هي الكرة ترتدم بالعارضة. زيدان يتكربس، زيدان في حالة السرك، زيدان بلقطة بهلوانية. تعدي الكرة، اختيرة ويعدي كرة. اي شنو هذا؟ شنو هذا يا هذا؟ اش الليلة يا عمري؟ كرة الخوف والذنون، كرة الشكوك. يتلاعبون بالأسام، يفرضون على الجميع كل العذاب. الدفاع للبلوك هنا يعاني. أردا توران، توران راموس يغادر بالورقة الحمراء. أحمرت أصفرت، أحمرت راموس، 21 بطاقة حمراء. راموس مشكلته الورقة الحمراء، ويعطي الشارة لمارتشيلو. والريال بعشرة لاعبين ابتداء من الدقيقة الثانية 83. سيرجي راموس كابتن ريال مدريد، المدافع اللي معروف انه حديد في حديد. لويس سواريز، كريستيانو رونالدو، ثنائي اكبر الهدافين في الليغا، لم يسجلوا في هذا الكلاسيكو. اربع كلاسيكوات وهذا الخامس، وليو لم يسجل في الكلاسيكو. والقوه والهروب لكارفاخال، يعدي كارث بير لرونالدو اللي عثر. كره جول، كره جول، جول. جلادان محبوب الملايين، بفنونه، بكبريائه، بجنونه، الدان رونالدو وحده وحده. كرة برتغالية عالمية، سيبيو زمان، رونالدو الآن. يا سلام يا سلام، ما يرحمش، جابها له في الشباك، حطها له بالضربة القاضية، وضعها له كريستيانو الرهيب، رونالدو العجيب. الريال يلعب بلغة الأبطال، الريال الرويال. زين الدين زيدان من زمان ناجح في هذا المكان. حيرة كبيرة لعشاق البلاوغرانا بعد 39 مباراة بدون خسارة. برشلونة الآن يتذوق المرارة، وأمام من؟ أمام الغريم ريال مدريد. وأين؟ في ملعب الكامب نو بالذات. حقيقة الريال يضرب ألف عصفور في هذه الأوقات. الإمبراطور رونالدو يحكم الحصون الكتالونية بأقدامه البرتغالية الماسية. ما ندونه الآن بعشرة لاعبين، الريال ورونالدو في ملعب الكامب نو. وهذه كرة خطيرة، كرة مثيرة، كابتن بيبي، لكن وين؟ ما يملك شيء. الكرة السحرية وضاعت الثلاثية المدريدية. نهاية الوقت بدل الضايع، نهاية الوقت بدل الضايع. ويعلنها الحكم إرنانديز بفرحة فلورنتينو بيريز. الريال يلعب في الكامب نو، لعبة الأبطال، الملك الرويال، رجال ريال مدريد. الليلة كوموندوس، حديد في حديد. العالم الإسباني والعاصمة الإسبانية تعيش أكبر عيد. هكذا فعل الريال بأقدام الأبطال، ويقف بالسلسلة الوردية الكتالونية بعد 39 مباراة بدون خسارة. برشلونة الآن يتذوق المرارة، وأمام من؟ أمام الغريم ريال مدريد. وأين؟ في ملعب